بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب نتكلم تحت العنوان Setting Story Line Options. من قائمة فايل يا جماعة لو رحنا للستوري لاين اوبشنز اللي احنا سبق ان احنا اتكلمنا عن القصة ديت، فما فيش غير طبيب واحد بس ارتب واحد بس اسمه جنرال. وفي جنرال يا جماعة يعني ايه، انا ما عنديش كلام كتير فيها، هي سهلة بسيطة. أول نقطة خاصة باللي تشيك فور أبديت أت ستارت أب، لو كان البرنامج عايز يعمل أبديتنج دايما بمجرد ما إن أنت تشغله فبيحاول يشوف لو كان في إصدار نزلت أو كده يعني. النقطة الثانية Enable Publishing for Manual Upload to Articulate Online. الشركة نفسها يا جماعة بتقدم خدمة مش بس سوفت وير، أنت ممكن برضه تشتري خدمة بريميوم بإن أنت تتعامل مع الإمكانيات ديت بشكل أونلاين. فعلى ما أظن إن أنت ممكن تعمل Publishing لو أنت كان ليك حساب اونلاين في على موقع ارتيكوليت يعني، فالموضوع ده بريميوم وموضوع برضه بفلوس يا جماعه. الجانب الثالث سيف اوتو ريكفري انفورميشن، بيقول انا بحفظ لك بشكل تلقائي كل كام دقيقه يعني. ده الجانب ده مفيد لو انت في مكان ممكن الكهرباء فيه بتقطع او كده، نفس الفيتشر الموجوده برضه في مجموعه الاوفيس، انا احفظ لك شغلك كل كام دقيقه بالظبط. فهو بشكل تلقائي بتعمل ريكفري ايه كل 10 دقائق الملف اللي هو الغريب ده. لو انت كنت عامل شغل ملفات نظام وعامل شايل صح من ريكومندد فايل، بتلاقي ان في ملفات غريبه بتظهر لك كده، فده المسؤول عنها يعني. طبعا انت ممكن تعمل ريسيت ليها عشان يرجعهم لك للوضع الافتراضي. طبعا الجانب الثاني خاص بالسبيلنج، التدقيق الاملائي، وانا عندي نقطتين، عندي السبيلنج اوبشنز وفي شويه حاجات كتيره كده خاصه بالسبيلنج والتدقيق، لكن ايه للاسف يعني انا ما عنديش اي شيء للغه العربيه، فالكلام ده ما يعني مش يعنيني اطلاقا. الكلام كل ما بين دانيش ما بين دوتش ما بين انجلش ما بين فرنش ما بين فينيس ما بين ايطاليان ما بين برتغالي سبانيش سويتش، ما فيش عربي خالص يعني. ايه ربنا يسترنا اياكم. بالنسبه للاوتو كوريكت اوبشنز، حتى لو فيها اوتو كوريكت يا جماعه فالكلام ده برضو ملوش دعم للغه العربيه. الكلام ده هتلاقيه اوتو كوريكت الكلام اللي بيظهر بخط احمر ديت برضو على الكلام اللي هو بالانجلش بس مش باللغه العربيه. لو احنا بنحاول نكتب ما فينا تصحيح تدقيق املائي او ما في تصحيح تلقائي، نحاول نكتب الحروف بشكل صحيح او نكتبها مثلا على برنامج من برامج التدقيق الاملائي زي ليبرا اوفيس او اوبن اوفيس او مثلا مجموعه الاوفيس العاديه الوورد او كده، ونحاول ننسخها ونحطها جوه البرنامج بس اننا نضمن ان الكلام يبقى متصحح قبل ما ندخلها جوه البرنامج، لانه مش راح يحس باي امور كانت لو كان فيها غلطات او كده. الجانب التالت خاص بالبروكسي، والبروكسي دايت جانب خاص بالاتصال بالانترنت. اللانجوج ده الانترفيس، الواجهه بتاعت البرنامج ما بين فرنش ما بين دوتش ما بين اسبانيول. طبعا احنا ايه لو خليناها اي لغه تاني مش هنعرف حتى نرجع الاوبشنز مره تانية، فايه احنا نخلوها زي ما هي انجلش كده والامور تمام يعني. ديت بالنسبه للستوري لاين اوبشنز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.